هنروح مع حضراتكم دلوقتي بث مباشر من حديقة الحيوان عشان نتابع مع بعض أجواء الاحتفال في أول أيام عيد الأضحى المبارك مع الأسر المصرية الجميلة اللي بتتفسح دلوقتي في الجنينة. ومعنا طبعا من أماكن مختلفة زمايلنا جرمين ورامي وكريم، لكن نبتدي الأول مع زميلنا الموجود في حديقة الحيوان رامي محمد مراسي. صباح الخير يا مصر، ازيك يا رامي؟ كل سنة وانت طيب وبألف خير. كل سنة وانتي طيبة، صباح الخير على كل متابعي صباح الخير يا مصر، كل سنة وكل المصريين بألف خير. من موقع بيكون مقصد لكل الأسر المصرية في كل الأعياد، عيد الأضحى، عيد الفطر، وفي كل الأعياد بيبقى أول يوم حديقة الحيوان بتتصدر مشهد الأماكن والمتنزهات اللي بيتجه إليها كل المصريين. حديقة الحيوان استعدت بخطة كبيرة جدا في أكثر من اتجاه وجانب لاستقبال المصريين في هذا اليوم والمواطنين في هذا اليوم. لو بنتكلم عن جانب الإجراءات الخاص بتطهير البوابات وأماكن التواجد للحيوانات، وكمان بتطهير عدد من المواقع اللي بيتواجد فيها المواطنين، لو اتكلمنا كمان عن وجود لسيارات الإسعاف والإطفاء، وأيضا تطهير أكثر من أربع بوابات في هذه الحديقة. كمان لو نتكلم عن الجانب الآخر الخاص بالجانب الترفيهي عن طريق بدلات النهرية، عن طريق كمان السينما 3D للأطفال، وكمان حديقة الأطفال المفتوحة، وأيضا طرح عدد من الحيوانات الجديدة. كل دي من الاستعدادات اللي خطة كبيرة جدا بتقوم عليها حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال المواطنين من الساعة 9 صباحا يوميا خلال أيام العيد حتى الرابعة مساء أمام كل المواطنين. لو هنقترب من المشهد أكتر والتفاصيل الخاصة باستعداد حديقة الحيوان واستقبالها اليوم لأغلب المواطنين والمصريين، خلونا نرحب بضيفي الكريم دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. دكتور محمد صباح الخير، كل عام وحضرتك طيب، وكلمنا عن استعداد حديقة الحيوان لاستقبال المواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين والزملاء في الاستوديو، كل سنة ومصر كلها بخير يا رب إن شاء الله. طبعا يعني كالعادة بيبقى فيه طبعا استعداد خاص للأعياد في حدائق الحيوان، وطبعا عيد الأضحى من المناسبات اللي هي المهمة جدا، بيبقى فيه إقبال كبير من السادة الزائرين والأسر المصرية على حديقة الحيوان. والحقيقة كل الدعم هو وفرته وزارة الزراعة الفترة اللي فاتت، ويمكن معالي الوزير بيتابع خطتنا اللي بننفذها بمتابعة يومية، وكانت يعني الحقيقة الخطة كلها في ثلاث محاور رئيسية. يمكن زي ما حضرتك وضحت، تدبير حيوانات جديدة واستكمال المجموعة الحيوانية. والحقيقة احنا الفترة اللي فاتت يعني كان في مجموعات مهمة جدا من الحيوانات، يمكن الزراف، جبنا الزراف، جبنا السبع البحر، نمور، جبنا دببة روسي، يعني الحقيقة مجموعة كبيرة من الحيوانات جات الفترة اللي فاتت. ويمكن كان الجديد برضو اللي هو تدبير احنا مستمرين فيه بأسلوب البدل عن طريق خطة الإكسار اللي احنا عملناها داخل الحديقة. يمكن برضو مهم جدا صحة الحيوانات ومظهرها في العرض وتنفيذ خطة الوقاية والتحصينات. حقيقة الأطباء البيطريين الزملاء عملوا كل الجهد كبير جدا لظهور الحيوانات بمظهر جيد. يمكن الخطة المحور الثاني في خطتنا اللي هي برضو زيادة المشروعات الترفيهية، الجولف كار، الطفطف، حديقة الحيوان المفتوحة. ويمكن برضو كانت تعليمات معالي الوزير ان احنا يعني نعمم هذه التجربة على الحدائق الإقليمية. فتحنا واحدة في اسكندرية وواحدة في الفيوم في الشرقية. الحقيقة في يعني أنشطة ترفيهية كتير جدا اتعملت عشان الناس تقضي يوم متكامل داخل الحديقة. طبعا علاوه على الخدمات الامنيه زي ما حضرتك وضحت، الاسعاف، الحريق اللي طبعا موجود معانا الساده ضباط امن الجيزه وشرطه نسائيه موجوده، الكشافه عامله نقط لتجميع الاطفال التاهين وعاملين منظومه كويسه جدا يعني رد الاطفال ذويهم في دقائق معدوده. يعني الحمد لله في استعداد كامل. قسم زراعي بذل جهد كبير جدا لزياده المساحات الخضراء وتهذيب الاشجار، ويعني انا شايف اللون الاخضر بيكسر كل جنبات الحديقه، سواء على الاشجار بتاعتنا اللي هي كلها اشجار اثريه كلها اصبحت امنه الحمد لله على الناس. في برضو زياده الرقعه الزراعيه في الجنينه، منظومه نظافه على اعلى مستوى اللي كانت دايما الناس بتتضايق من تدني منظومه النظافه، اصبحت الحديقه يمكن سماتها النظافه على مدار اليوم، سواء في الطرق بتاعتها او
المبايت الحيوانات، أعمال رش وتطهير بتتم يوميا. الحقيقة الحديقة مستعدة استعداد كامل الحمد لله. وإحنا بنتكلم عن منظومة النظافة، كمان هنروح لمنظومة تانية هي منظومة النقل الداخلي خاص بالطفطف وغيره من العوامل اللي بتساعد سواء كبار السن أو الأطفال للتحرك بسهولة داخل الحديقة، مساحة كبيرة. وكلمنا كمان الدكتور محمد عن الأسعار، يعني أنا التقيت بعدد من الأسر منذ الصباح كانوا بيتكلموا عن أن الأسعار جيدة في متناول الجميع وأن هي بتكون فسحة اقتصادية رائعة للأسرة المصرية. كلمنا عن منظومة النقل الداخلي وكمان كلمنا عن الأسعار. ده صحيح فعلا طبعا، احنا يعني من ضمن الخدمات المهمة اللي وفرناها الفترة الأخيرة منظومة النقل، سواء بقى طبعا بتساعد كبار السن بتساعد الأطفال. احنا عندنا 2 طفطف، في كل طفطف مسؤول عن نص الحديقة، في نص الحديقة يعني المواجه للرمان والنص الآخر، فتقريبا دول بيجوبوا الحديقة بالكامل. عندنا عربيات جولف كار متاحة لكل الناس اللي عايز يستخدم عربية جولف كار في جولة بتاعته، متاحة برضو على كل بوابة في حوالي 3 عربيات جولف كار، فالخدمات متاحة للناس كلها وبأسعار يعني أنا شايفها يعني اقتصادية جدا. وأيضا ما زالت سعر التذكرة 5 جنيه للفرد والأطفال أقل من 5 سنوات مجاني. دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، بشكرك على التواجد معنا، كل سنة وحضرتك طيب وبخير. كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها بخير إن شاء الله. شكرك يا دكتور. ويمكن ده مشهد لما يحدث هنا في حديقة الحيوان في استقبال المواطنين منذ 9 صباحا وحتى 4 مساء، هذا هو المشهد. عودة إليكم. شكرا ليك رامي طبعا من حديقة الحيوان بالجيزة، وشكرا موصول لضيفك الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. ونتحول سريعا إلى حديقة أم كلثوم، ومن هناك معنا جرمين إبراهيم. صباح الخير عليك يا جرمين وكل سنة وانت طيبة. صباح الخير يا شازلي، وصباح الخير يا بسنت، وصباح الخير على مشاهدي، صباح الخير يا مصر في كل مكان، وكل سنة وكل المصريين بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. زي ما قلت يا شازلي احنا موجودين في حديقة مميزة هي حديقة أم كلثوم اللي موجودة في المنيل. يمكن مش ناس كتير تسمع عن الحديقة دي أو تعرفها، لكن احنا حابين نعرفهم ان هي مكان مفتوح أمام المواطنين، حديقة مميزة لأنها بتطل مباشرة على نهر النيل، ده غير المساحات الخضراء اللي موجودة فيها وأماكن مخصصة للمشي والجلوس، فهي الحقيقة بتجمع ما بين النيل والطبيعة وده اللي بيخليها مميزة. الحقيقة أن حديقة أم كلثوم زيها زي كل الحدائق سواء في محافظة القاهرة أو الجيزة أو حتى مختلف المحافظات استعدت لاستقبال المواطنين، والاستعدادات دي كانت عن طريق مراجعة كل المساحات الخضراء، إجراء أعمال الصيانة للحديقة، وكمان مراجعة أنظمة الإنارة. كمان في فترة العيد تم إلغاء الأجازات الخاصة بالعاملين علشان يقدروا يكونوا موجودين ويسهلوا كل الإجراءات قدام المواطنين. الحقيقة كمان عايز أقول لك يا شازلي إنه في استعدادات خاصة بوجود أفراد أمن داخل الحدائق علشان ما يحصلش يعني أي مخالفات، ده غير كمان إنه في إسعافات أولية بيتم توفيرها، وعلى قد طبعا ما بيتم التنسيق بيتم كمان توفير سيارات إسعاف في محيط الحدائق للتعامل مع أي طارئ. الحقيقة كمان إنه في وقت العيد بيكون الهلال الأحمر ليه دور إنه يتواجد في عدد من الحدائق والمتنزهات علشان يقدر يوفر أي إسعافات أولية لقدر الله في حال حصول أي إصابة. في تنسيق وتعاون من كل الجهات علشان يقدر العيد يمر بسلام وبهدوء على كل المواطنين. كمان المحافظة شكلت غرفة عمليات عشان تتعامل مع أي شكاوى أو أي طوارئ. الحدائق بتفتح أبوابها قدام كل المواطنين من الساعة 7 الصبح لحد منتصف الليل. يمكن دلوقتي الإقبال لسه مش كبير في الحديقة، لكن متوقع أنه مع ساعات اليوم يزيد الإقبال أكتر. لكن خليني كمان أقول لك أن رصدت هنا في حديقة أم كلثوم من الإقبال بس مش من المصريين، لكن شفنا كمان جنسيات عربية مختلفة جايين علشان يقدروا يستمتعوا بالحديقة ويقضوا وقت حلو ويتصوروا في الأماكن المختلفة سواء على نهر النيل أو في المساحات الخضراء. الحدائق كلها فتحة أبوابها قدام المواطنين، كل اللي عليهم بس والمطلوب منهم إنهم يحافظوا على نظافة كل الحدائق دي ويقضوا وقت عيد ممتع يا رب لكل المصريين. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. شكرا ليك يا جرمين، بنشكرك. ودلوقتي لسه مكملين مع حضراتكم احتفالاتنا بأول أيام العيد الأضحى المبارك، ومعنا كاميرا صباح الخير موجودة في العناطر الخيرية في بث مباشر مع زميلنا كريم فيفرس مراسل. صباح الخير يا مصر، كل سنة وانت طيب يا كريم.
كل سنة وانت طيبة بسنت، كل سنة وانت طيبة شاذلي، وكل سنة والمصريين كلهم بخير وسعادة. أول يوم في عيد الأضحى المبارك، يعني زي ما زمايلي كانوا بيقولوا كل الحدائق تقريبا دايما بتستعد لاستقبال المواطنين. الحدائق والمتنزهات من أهم الوجهات الرئيسية اللي بتوجه ليها المواطنين مع عائلاتهم ومع أصدقائهم عشان يستمتعوا بأول يوم العيد. يمكن عيد الأضحى دايما فعلا مش بيبقى من صباح، مش من الساعات الأولى يعني من اليوم اللي بينزلوا فيها المواطنين، ولكن يبتدوا ينزلوا بعد الظهر عشان يتحركوا على الحدائق والمتنزهات. ولكن القناطر الخيرية وتحديدا أنا في حديقة لؤلؤة الشرق ليها ميزة خاصة دايما. ميزة القناطر الخيرية إن هي بتجمع ما بين الحدائق والمتنزهات الخاص في الزرع، الخاص في المساحات الخضراء المختلفة، وتحديدا في لؤلؤة الشرق الحقيقة في أشجار هنا بتصل ل 200 سنة، 200 سنة موجودة بالفعل. مش بس كده، حديقة لؤلؤة الشرق كمان بتبص على فرع مهم جدا من نهر النيل، هو فرع دمياط. الحقيقة إنه بتبقى ميزة للي بيجي الحديقة هنا إن هو يقدر يعمل كذا نوع من الأنشطة، ممكن يجي يقعد مع الأطفال، ممكن العائلات تيجي يقدروا يجيبوا أكلهم معاهم، يقدروا يجوا حتى يعملوا شوي هنا، يشوا أكلهم براحتهم داخل الحديقة. ولكن كمان اللي حابب يصطاد ممكن يقف على فرع دمياط ويصطاد هنا، اللي حابب كمان يطلع رحلات نهرية. الحقيقة إنه فرع دمياط هنا جنب الحديقة بالظبط بيطلع رحلتين في اليوم، بتطلع رحلة تقريبا ساعتين رايح أو ساعتين جاي، بيقدر يتحرك بيها من القناطر القديمة للقناطر الجديدة. يمكن كمان مش بس القناطر الخيرية معتمدة على لؤلؤة الشرق فقط اللي هي على مساحة 13 فدان، ولكن في 10 حدائق متنزه مختلف داخل القناطر الخيرية أو منطقة القناطر الخيرية بيقدر المواطنين هم يقبلوا عليهم دايما في أيام العيد وفي المناسبات بشكل عام. التذاكر كمان متاحة لكل المواطنين بأسعار مناسبة جدا، بتختلف في الأعياد طبعا من المناسبات الرسمية التانية، لكن كمان الأطفال بيخشوا هنا بدون رسوم لحد 6 سنين بدون رسوم، بعد كده بتبقى التذكرة بنص الثمن. الحقيقة المميز كمان المرة دي في حديقة القناطر الخيرية الحقيقة هي وجود الإسعافات الأولية موجودة، سيارات الإسعاف، ولكن كمان من يومين تقريبا الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة 100 يوم صحة. دي قوافل بتقدر تتحرك، سيارات إسعاف، سيارات كشف وتشخيص بتتحرك في أماكن مختلفة في العيد والمحافظات والقرى. موجودة كمان النهاردة الحقيقة عربيتين من 100 يوم صحة داخل حديقة لؤلؤة الشرق عشان كمان المواطنين يجوا يقدروا يكشفوا، اللي حابب يطمن سواء من المرأة أو السيدات أو حتى من الأطفال أو حتى بعد الشر لو حد محتاج أي حاجة يتعامل معها طريقة يقدر يكون موجود داخل عربيات 100 يوم صحة الحقيقة اللي ابتدت تتحرك من أول يوم العيد ومن قبل كده كمان في جميع المحافظات. لما كمان يعني شفنا على مدار بعد ما المواطنين ابتدوا يتحركوا من الجوامع وخلصوا خلاص الصلاة ابتدوا يتحركوا على اللي راح يذبح النهاردة عشان طبعا عيد الأضحى المبارك، كل سنة وإحنا كلنا طيبين وبخير، واللي راح يتجمع مع العائلات المختلفة واللي اتحرك على الحدائق والمتنزهات. الحقيقة شفنا أول ما وصلنا هنا بعض العائلات ومعهم أطفالهم وبيلعبوا. الحدائق هنا في القناطر الخيرية الحقيقة مش بس كده بيوفروا مساحات للأطفال إنهم يلعبوا، كمان في ملاهي الحقيقة للأطفال إنهم يتحركوا فيها. عظيم يا كريم، كنت عايز أتوقف بس عند نقطة وأنت بتتكلم عن الأطقم الطبية اللي موجودة، سواء كان في محلات موجودة للأطعمة المختلفة كمان موجودة، وكمان في حاجات خاصة كده اللي حابب يعيش أجواء ريفية خاصة، موجود أماكن بتعمل الأكل الريفي والفطاير الريفي على الطريقة والطوب اللبن والطوب بشكل عام الحراري اللي بيكون فيه الفطاير والبيتزات والحاجات المختلفه. الحقيقه انت تخلص يا كريم وتخليك عندك شويه بقى اجواء مختلفه بعيدا عن ضوضاء المدينه. كل ده ملي متوفر الحقيقه في الحدائق هنا في القناطر الخيريه، وكمان هتستمر الحقيقه فتح ابواب الحدائق طوال ايام عيد الاضحى المبارك من 9 صباحا وحتى 5 مساء. ولكن في بعض الحدائق الحقيقه بعد تطويرها واضافه اعمده الاناره والانارات الليليه كمان هتفتح ابوابها للمواطنين ليلا، ودي حاجه مختلفه مميزه العيد ده الحقيقه. وكل سنه واحنا كلنا طيبين. كل سنة طيب يا كريم، وبنشكرك طبعا شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. كريم بيبرس كان معنا من القناطر الخيرية، شكرا جزيلا ليك وكل سنة وانت طيب. أيضا جيرمين إبراهيم من حديقة أم كلثوم، كل الشكر ليك يا جيرمين وكل سنة وانت طيبة. وبنشكر طبعا زميلنا رامي محمد من حديقة الحيوان بالجيزة، كل الشكر ليك يا رامي وكل سنة وانت طيب. نشكر طبعا زمايلنا، وحاجه جميله الحدائق العامه بتبقى حاجه من الحاجات اللي بتبقى عامل جذب للمواطنين ان هم يروحوا يقضوا فيها العيد، ويمكن بنشوف كتير من المواطنين بيروحوا فعلا في الاعياد، بيتجمعوا الاهالي والعيله كلها وبيروحوا سواء حديقه الحيوان او حديقه ام كلثوم او القناطر الخيريه اللي واضح انه في تجديدات كتيره فيها زي ما كريم شرح لنا. وحببنا قوي ان احنا شخصيا نروح، يعني احنا كنا وهو بيتكلم بنقول له خليك عندك يا كريم، يعني انت تقعد تكمل بعد الهوا واحنا كمان ممكن نجيلك من كتر ما حببنا في القناطر الخيريه واللي بيحصل هناك.